السريعه باستخدام السرعه الموجوده سواء كانت من اسماعيل او سواء كانت من عادل. طيب هذه الحاله اللي طرد فيها محمد المثناني يعني مباشره كرت احمر عاقب اللاعب الحكم المباراه عبد الله البلوشي. انا اعتقد يعني وجهه نظري ان كان يستحق انذار. كرت اصفر يستحق، انا اتفق معك خالد، بالغ الحكم في